ما عليكم من الصوت والإزعاج، بس لفت نظري ذا مكتوب عليه مبارك للعرسين، ما أدري هو الصح أن يبارك للعرسين مبروك عليهم، مبروك للعرسين إنهم أخذوا الصحن أو شو الموضوع؟ ممكن أحد يوضح لي يعني، هل الصحن يبارك لهم إنهم شراه أو يبارك لهم على الزواج أو مبروك للعرسين إنهم شروا الصحن؟ يعني يا ريت أحد يوضح لي شو السالفة، لأن لفت نظري وحبيت تشاركوني بالسالفة في الموضوع. يلا فاركم انت فهمت شيء ان شاء الله فهمته. يلا طبعا اللي ابغى يشتري بخمسة وخمسة يبغى، ما بتسويق بس مادة كريلك الظاهر دي مصلحين. يلا فما الله، اعطوني رايكم.